لدينا فهم واضح بأن من تقود العالم هي الولايات المتحدة. هذا تصريح لمسؤول سياسي صيني وهو وانغ يانغ، معترفا بشكل ولا جدال فيه بأن أمريكا هي من تسيطر على العالم. عوامل عسكرية عديدة ساعدت الولايات المتحدة لفرض سيطرتها وبسط نفوذها رغم محاولات البعض الخروج من تحت يدها، ولكن تبقى هي من تتحكم في اقتصاد العالم والممرات البحرية. لذا يلزم الدول الأخرى غير الصديقة لواشنطن زيادة تطورها العسكري حتى تصل لقدراتها وتكون لها السلطة الأقوى، وتكون هي القطب الثاني المنافس الذي يسيطر في العالم. وهنا سنذكر العتاد العسكري الذي مكن الولايات المتحدة من التحكم بالنظام العالمي. سلاح بحري أمريكي. للقوات البحرية أهمية كبيرة للبلدان في السيطرة السياسية والمراقبة وفرض التحكم الاقتصادي على النقل التجاري. يمكن تفسير ذلك بشكل أوضح بالتأكيد أن 40% من السكان يتواجدون في مسافة 100 متر من الشاطئ البحري. هذه المسافة هي كافية لإيقاف حاملات طائرات على سواحل أي بلد من أجل الضغط عليها والتحكم في تجارتها. فالولايات المتحدة وقواتها البحرية تمتلك 7 أساطيل نشطة تجوب حول العالم، وتحوي هذه الأساطيل حاملات طائرات نووية، والخبراء بالعادة يطلقون عليها 100,000 طن من الدبلوماسية. الوصف الذي يدل على إمكانية هذه الحاملات وتأثيرها الواضح في المنطقة. وأكبرهم الحاملة USS جيرالد فورد على اسم الرئيس الأمريكي الأسبق، والتي دخلت الخدمة في العام 2020 بداخلها نظام لإطلاق الطائرات الكهرومغناطيسي ومجهزة برادار ثنائي مزدوج النطاق الأحدث في العالم، فضلا عن التحكم بالأسلحة عن بعد بشكل دقيق، وتتحمل صدمات انفجار القنابل الكبيرة خلال الحروب، وتعمل بمفاعلين نوويين من طراز A1P، لذلك هي تعد الأقوى والأكبر عالميا. أما عن طولها فيبلغ 33 مترا بينما عرضها 78 مترا، ولديها الإمكانية على حمل 76 طائرة حربية، وسرعتها أكثر من 30 عقدة. هناك مساعٍ عديدة من الصين ليكون سلاحها البحري يوازي القوة البحرية الأمريكية، وتستطيع بذلك تجاوزها وفرض سيطرتها في البحر. ولكن في ذات الوقت لن تقف أمريكا مكتوفة الأيدي، كونها تنافس الجميع في كل عام بإطلاق أحدث التقنيات العسكرية. أقمار صناعية عسكرية أمريكية. تتفوق أمريكا في الأرض وفي السماء، فهي الدولة الأولى التي أطلقت أقمارا صناعية عسكرية في العالم، وهي أيضا تمتلك العدد الأكبر من الأقمار يصل إلى 123 قمرا. ويذكر أن أول قمر أطلقته كان في 50ات القرن الماضي. الأمر الهام أن الولايات المتحدة بحوزتها بعض من الأقمار التي تعمل في الشقين العسكري والمدني معا، وهي ذات استخدام مزدوج، والهدف منها عدم الكشف عن المهام العسكرية لها. وهنا السؤال الأهم، ما هي استخدامات هذه الأقمار العسكرية؟ فهي تؤدي مهام استطلاع حول الدول المعادية للولايات المتحدة لتحديد مراكز الدفاع الجوي والرادارات، كما تقوم بدور التجسس على اتصالات قوات العدو وتأمين الاتصال العسكري اللاسلكي بعيد المدى. وخلال الحروب يمكنها توجيه الصواريخ الذكية والمقاتلات نحو الهدف واستكشاف جغرافيا المكان، وتحصل الولايات المتحدة عبرها على الإنذار المبكر حول إطلاق صواريخ عابرة للقارات، وتتعاون وكالة ناسا في هذا المجال لخدمة الجيش الأمريكي عبر تجربة العديد من الأقمار الصناعية الحديثة. كما يشمل التعاون العسكري مع شركات تعمل في هذا المجال داخل دول صديقة، مثل شركة ماكسار التي أصبحت أداة مهمة في يد السلطات الأمريكية لمراقبة الحرب الروسية في أوكرانيا من خلال أقمارها وتحركات الجيش عن بعد. لأجل ذلك تستمر التهديدات الروسية باستهداف الأقمار الاصطناعية الأمريكية في حال أثرت على تقدمها في الأراضي الأوكرانية. الطائرات المقاتلة. يتفوق السلاح الجوي الأمريكي عالميا بالعدد والتطور التقني المتسارع للطائرات المقاتلة الأكثر شراسة مقارنة بالمقاتلات العسكرية التي تمتلكها دول أخرى كروسيا.
ونذكر أن بحوزة الأمريكان أكثر من 13,000 طائرة حربية و2,300 منها مقاتلة، ومن بينها 2,800 هجومية، فضلا عن طائرات الشحن العسكرية الكبيرة التي يتجاوز عددها 11,000 طائرة، وهنا الآلاف من المروحيات والطائرات المخصصة للتدريب. ومن حيث التقنية فإن سلاح الجو الأمريكي يحوي المقاتلة الشبح F-35 المتطورة، فهذا السلاح لا تكشفه شاشات الرادار عند الطيران وهي أسرع من الصوت، ولها الإمكانية على استهداف المواقع من بعيد، إضافة لقدرتها في تجنب الصواريخ المضادة الروسية المتطورة. وهناك أيضا طائرة F-22 رابوتر الجيل الخامس التي تتميز بالدقة العالية في ضرب الأهداف، وتجمع بين تقنيات التخفي والاستشعار عالي الدقة، وتخفي كل ترسانة أسلحتها في 3 مخازن على متنها. ومن بين سلاح الجو قاذفة القنابل النفاثة P-52 بعيدة المدى ذات 8 محركات، والتي تستطيع تدمير مساحات كبيرة لقوتها على حمل 85 قنبلة. أما عن القاذفة الجوية النووية المرعبة للكثير من البلدان والتي يطلق عليها B2 Spirit، فهي أسست خلال الحرب الباردة وتتميز بتكنولوجيا شبح منخفضة الملاحظة. هذه الطائرة مصممة لهزيمة أنظمة الدفاع الجوي الأكثر تقدما في العالم، ويمكنها نشر 16 قنبلة نووية تزن 1,100 كيلوغرام، وتستخدم عادة لمهاجمة أهداف عالية القيمة. بعد هذه الجولة في القدرات العسكرية للولايات المتحدة، هل ما زلت متابعنا العزيز تسأل عن أسباب سيطرتها على العالم؟